بعض بيقولوا انه استغليتوا هذه الاخطاء يلي ارتكبت لحتى تفوتوا الى الساحه اللبنانيه. والله يا ريت ما تركوا، يا ريت ما عملوا شيء، خلينا نستغل نحن وغيرنا، يعني كل العالم المواطنين اللي نزلوا بده يغيروا، هو عم يستغلوا كمان الاغلاط او الامور او الوضع اللي وصلنا له ليبينوا نفسهم. لا هيدي انت اليوم مضطر تحكي هالشيء، يعني في عندك ضمير باخر النهار، ما فيك تقول والله انا ما لي دخل وعايش مرتاح وبطنش خلي الامور تروح مثل ما هي، لا مش بهالسهوله. وبالاخر انت ان كان مجموعه او اشخاص او مواطنين عم يتداولوا بموضوع حل ازمه بلدهم من خلال صوتهم، من خلال صرختهم، من خلال انضمامهم لبعض المجموعات التغييريه، لا تعني انه هالاشخاص كانوا بدهم يستغلوا من 5 سنين وما استغلوا، هلا عم يستغلوا وما عاد في شيء يستغلوه. برايك انطلاقا من هون، هل يمكن ان يتحول اعتزال سعد الحريري فرصه للتغيير سنيا اول شيء ولبنانيا ثاني شيء؟ فرصه التغيير ما بتصير بس من خلال تغيير مركز واحد او من خلال ذهاب شخص واحد. فرصة التغيير بتصير من خلال تغيير منظومة كاملة، منظومة صار لها عم تتضامن وعم تشتغل مع بعضها سنوات طويلة، وكلنا عايشين المراحل، وانت عشتهم وليد كمان بحكم عملك وشغلك، واشتغلت وشفتهم كلهم وقابلت، بتصور ما في حدا ما قابلته منهم. أمرار إذا بترجع بتراجع الشرايط عونك ما بتصدق إنه نهار كانوا عم بيصبوا بعض ويبهدلوا بعض، وعندنا ملفات بنفضح ما بنفضح، وتاني يوم متفقين ونازلين على انتخابات مع بعض وحابين بعض. يعني في شيء كان غير منطقي، بس كان في اقتصاد ماشي، كان في بلد ماشي، فالعالم بيطلع بيقول لك كلهم كذابين، من زمان بيقولوا هول كلهم بس كذابين، بس ماشي الحال، بس ماشي الحال، عم نعيش وعندي وظيفة ومطلع معيشتي وأولادي ماشي حالهم، واتس اوكي. هلا الوضع يختلف.